وحول هذا الموضوع أشار الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة في وزارة الصناعة والتجارة، أشار خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة إلى أنه يمكن التقديم على برنامج تكامل عن طريق موقع وزارة الصناعة والتجارة وإرفاق جميع مستندات وتقارير المحتوى المحلي المدققة من مكتب التدقيق المعتمدة لإصدار شهادة القيمة المحلية المضافة في الصناعة. يمكن للمنشآت السعودية الراغبة في المشاركة في المشتريات الحكومية المستقبلية في مملكة البحرين أنها تتقدم على برنامج تكامل عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصناعة والتجارة، وتقديم طبعا جميع المستندات وتقارير المحتوى المحلي المدققة من خلال مكاتب التدقيق المعتمدة لإصدار شهادة القيمة المحلية المضافة في الصناعة والاستفادة من أفضلية بنسبة 10%. وطبعا الجدير بالذكر أيضا بأن المنشآت البحرينية المستوفية مثل ما قلنا لأحكام قواعد المنشأ الوطنية السعودية أنها تتقدم بشكل مباشر للمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية الشقيقة باعتبار المنتجات البحرينية منتجات وطنية سعودية، وباعتبار المنتجات السعودية منتجات وطنية بحرينية. في 13 من أغسطس عام 2023 أطلق برنامج القيمة المحلية في الصناعة تكامل. هذا البرنامج يعتبر أحد مبادرات استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 التي تم إطلاقها كجزء من خطة التعافي الاقتصادي لبلوغ تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد. يسعى برنامج تكامل إلى تحقيق عدد من الأهداف أبرزها تعزيز المحتوى المحلي وزيادة كفاءة سلسلة القيمة المضافة وتوجيه مصروفات القطاع الصناعي للسوق المحلية وتعزيز تنافسية المنشآت الصناعية الوطنية وتشجيع الشركات الوطنية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني والتوطين الاستراتيجي لسلاسل التوريد وتطوير صناعات وخدمات محلية جديدة وتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى زيادة كفاءة سلسلة التوريد. وفي ضوء هذا الهدف تم الإعلان عن فتح باب التسجيل للمنشآت السعودية الراغبة في تسجيل منتجاتها في برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة تكامل، وعلى ضوء ذلك يتم معاملة المنتجات البحرينية معاملة المنتجات السعودية فيما يتعلق بالمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. ويمنح البرنامج الشركات التي تحقق نسبة 75% من القيمة المحلية المضافة شهادة تؤهلها للحصول على أفضلية بنسبة 10% في المناقصات الحكومية المستقبلية في مملكة البحرين.